السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بألف خير ومرحبا بكم معنا في مقطع جديد إن شاء الله. اليوم سوف أعرض لكم صباغة هذا السقف أو هذه الزخرفة ببرنيق الخشب، ليس كالعادة، ليس كالمعتاد. اليوم سوف نقوم بطلائها ببرنيق الخشب أو ما يعرف بالفيرني. انظروا كيف يبدو السقف في الوهنة الأولى، كيف هي حالته، تلك الزاوية، تلك الجانب والزوايا مصبوغين بالكامل باللون البني. انظروا معي، كل ما نحتاجه هنا شريط لاصق مصحوب ببلاستيك لتغليف السقف، وهنا برنيق ايا كان على حسب الطلب. هنا الطبقة الاولى والطبقة الثانية، والتنار وملون مائي للصباغة المائية وصباغة مائية. انا هنا استعملت هذه الصباغة معروفة في بلادنا، وهنا البخاخ الكهربائي سوف نستعمله في البرنيق. اولا سوف اخلط الصباغة المائية بنسبة 50% من الماء لكي يتم الصباغة بسلاسة، لكي تمر الصباغة عبر فتحات البخاخ الكهربائي. الآن سوف أقوم بطلاء طبقة بيضاء للسقف الذي نريد طلاءه. انظروا معي، هذه الطبقة هي ليست ضرورية لكن يجب تطبيقها إن أردت الحصول على نتيجة جيدة. هنا الشريط اللاصق المصحوب بالبلاستيك، هو في الحقيقة من نوعية جيدة، أبهرني استخدامه. أول مرة أستعمله في صباغة السقف، سبق لي واستعملته فقط لتغليف النوافذ، وهذه المرة استعملته في صباغة في تغطية السقف لكي أرشه، وأبهرتني النتيجة. انظروا كيف يلتصق من تلقاء نفسه. في الحقيقة هذا ورق جيد، بلاستيك جيد وورق جيد، أي شريط لاصق، إنه من نوعية جيدة ويلتصق جيدا ولا يترك لك فراغات في جوانب كي تمر عبرها الصباغة. يمكن أن تقول أحسن نوعية لكي تحصل على نتيجة جيدة. هنا سوف أغلف السقف بالكامل، سوف أغلف مكان الزخرفة والجوانب كي أطلي الزخرفة فقط. انظروا كيف يلتصق من تلقاء نفسه، لكن سوف أدعمه بالقليل من الشريط اللاصق العادي كي لا يتناثر مع الرياح. الآن سوف أقوم بتغليف السقف، وسوف أرجع لكم في المرحلة الموالية إن شاء الله. بعدما غلفت السقف بالكامل بالشريط اللاصق المصحوب بالبلاستيك، انظروا كيف تبدو النتيجة.
مغلف بالكاد تظهر الزخرفة، والجوانب مغطية مغطاة بالكامل. الآن سوف أخلط نفس الصباغة التي استعملت في الأول، صباغة مائية، وسوف أضيف لها القليل من الماء، وسوف ألونها باللون البيج أو الأصفر لكي أحصل على أساس الخشب، وهو في الغالب يكون أصفر. سوف أضيف القليل لكي أحصل على هذا اللون. سوف أضعه في البخاخ الكهربائي، وسوف أرش السقف بالكامل. بعدما جف السقف هنا استعملت هذا البرنق وأضفت له القليل من ذلك الملون البيج، واستعملت بخاخ أوتوماتيكي خاص بالبرنق بدل ذلك الذي استعملت في الأول خاص بالصباغة المائية. وهنا سوف أطلي الزخرفة وسوف ترون النتيجة إن شاء الله.
بعدما انتهيت من صباغة السقف انظر النتيجة النهائية كيف تبدو، أفضل من الألوان المعتادة التي اعتدنا عليها مثل الذهبي والأسود. يبدو الشكل مختلف تماما، ليس كالمعتاد، لأن ذلك الذهبي والأسود كثير ويستعمل كثيرا في الصباغة، حيث أننا اعتدنا على رؤيته. والشيء حين تعتاد على رؤيته يبدو أمرا عاديا، يعني لا يلفت انتباهك، وهكذا تبدو النتيجة أفضل على ما أظن. ويمكنك تغيير اللون إن لم يعجبك هذا اللون من البرنيق، يمكنك تغييره إلى أي لون ترغب فيه. أنا فقط أظهرت لكم النتيجة وأظهرت لكم المراحل كيف يتم صباغة السقف، هذا كل ما في الأمر. لاحظوا معي النتيجة التي تكلمت لكم عليها في الجوانب، نحصل على نتيجة رائعة جدا في الجوانب، نتيجة ممتازة. وأصدقائي هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع، إن كان المقطع مفيدا لك واستفدت منه لا تبخل علينا بالاشتراك إن لم تكن مشترك طبعا في القناة، ولا تبخل علينا باللايكات والتعليقات، كلها إن شاء الله أجيب عليها. إن لديك أي سؤال فيما يخص الصباغة أنا راه الإشارة سوف أجيب على تعليقكم، واتركوا لي في التعليق إن أعجبكم هذا اللون أم لم يعجبكم. انظروا معي النتيجة، هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.